استقبال الوز الصغير يا جماعة، استقبال الوز الصغير. شايفين ما شاء الله كل وزة طالعة بعيالها من الخلق. ما كنتش عارف يا جماعة ان انا بستقبل الوز غلط. طلعت خالتي والدكتور البيطري قالوا لي على استقبال خالص للوز. تعالوا يا جماعة نشوف استقبال الوز صح، وكمان الاستقبال ده ينفع لأي طيور. قبل ما نستقبلهم هنجهز بس كده مع بعض العشة ونشوف. انا هحط قاع على المية وهحط قاع على الاكل، وهنحط اكل ايه بالظبط، وهنحط لهم برسيم الاول ولا علف، كل حاجة هنشوفها مع بعض زي ما احنا ما بنسمي الله كده. ونشوف الوزة اهي، ادي الوزة بعيالها اهي ما شاء الله، والوزة التانية بعيالها اهي، والبيض اللي تحتيها، والذكر طبعا هما ما شاء الله طالعين وعايزين ياكلوا ويشربوا. عملت لكم فيديوهات كتيرة، فيديوهات لما كانوا بيفقسوا، لما قلت معلقة نرشها على البيض يفقس كله، وفيديوهات برضو لما امبارح ساعة عرفتكم ان هما فقسوا. هنستقبلهم بقى النهاردة مع بعض تمام، وهنضف بس كده العشة دي. تعالوا شوفوا العشة هنضفها ازاي عبال ما انتم ما تنزلوا تشتركوا في القناة لو مش مشتركين، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. تعالوا الاول اوريكم اللهم صل على سيدنا محمد. يا جماعه الناس اللي تعرف قناه يوماتي في مزرعتي من زمان، واللي متابعيني منوريني ومشرفيني، عارفين الطيور بتاعتي، واللي لسه جداد طبعا في القناه ما ينساش يشتركوا ويفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اول حاجه يا جماعه واللي بقول عليها على طول، ده يا جماعه اديكم الرومي التركي، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، يعني لو حد عايز منه موجود، وده سعره غالي عن البلدي اللي هو الاسود بتاعنا العادي ده تمام. والاسود ده برده موجود عندي منه كل الاعمار لو حد عايز يشتريه، موجود عندي كل انواع الطيور يا جماعه لو حد عايز يشتري منها تمام. والوز اهو برده ما شاء الله، اللهم صل على النبي، والبط الخليط بلدي على مسكوفي، والارانب والبط المسكوفي زي ما انتم شايفين كده، والسطح قدامكم اهو، والوز في العشه اللي هناك دي. هنضفها بقى ونخش نشوف هنستقبلهم ازاي، وهنحط قاع على العلف، وهنحط قاع على الميه، وهنوكل الوز الكبير ازاي. والرومي اللي ورا ده يا جماعه ده رومي اسمه رومي سيلفر، يلا بينا نشوف هنعمل ايه معاه كده. معايا بقى اهو بعد ما نضفت العشه خالص، وطبعا حرقت الخن ده من مكانه ونضفته بس في السهله بحيث ان هي تبقى تبيتهم فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدا بقى نطلعها كده اهي، وهنبدا بقى نطلع ولاده. طبعا شفتهم امبارح كانوا خمسه، هما الخمسه هم يا جماعه ما شاء الله، اللهم صل على النبي، لا بحس منكم حاجه ولا بدري عنكم حاجه اهم. نيجي برضه نشوف نشوف دي، بسم الله الرحمن الرحيم، دي تحتها بطانيه يا جماعه وتلات وزات، معرفش البطان بقى هيطلع ولا مش هيطلع، بس هما شكلهم كده فاضيين. شايفين التلاتة بتاع الدول؟ أنا عارفهم عن الخمسة بتاع دول. التلاتة ده الشكل والخمسة ده الشكل، عشان ده بتاع ناس وده بتاع ناس يعني. تعالوا بقى نشوف أول حاجة هنحطها لهم أول حاجة يا جماعة أنا هحطها لهم معايا هي البرسيم. أهو شايفين؟ البرسيم أهو. مش هحط علفة، هحط برسيم. شايفين الذكر اهو، هلقح كده عشان عشان يكون مفروض والوز الصغير يعرف ان هو ياكل. طبعا يا جماعة البتاعة بتاعت المية الكبيرة دي انا سايبها علشان عشان الوز التاني، يعني انا سايبها بتاعت المية الكبيرة دي عشان الوز الكبير تمام. وطبعا يا جماعة جايب الوز الكبير معايا اهو عايش اهو، شايفين انا لازم اهتم بالوز الكبير برضه، بمه وابوه اهو. شايفين ما شاء الله بياكلوه ازاي، هما بقى لسه هيبداوا ان هما يعلموه على البرسيم. شايفين الوزات الصغنطوطه ما شاء الله بتاكل البرسيم ازاي اهي. طبعا يا جماعه في ناس كتير جدا بتاخد الوز او البط عن ابوه وامه، الوز سيبوه مع ابوه وامه عادي، لكن البط سيبوه مع امه تمام. انا ما باخدش الوز يا جماعه، لا بط ولا وز ولا اي حاجه باخدها اربيها عندي، بسيبها لامها شش تربيها شجي شجي، بسيبها لامها يا جماعه هي تربيها. انا ما باخدش اي طيور من تحت امهم، بسيب امهم هي اللي تربيهم. شايفين الذكر واقف عليهم زي الاسد اهو، يحميهم من كل حاجه. طبعا يا جماعه انا هحط لهم على التركيز 23% بروتين، بس بصراحه دلوقتي ما عنديش. في ناس ما بتحبش تحط البرسيم من اول يوم،
لكن والله والله انا بحطه من اول يوم، وخالتي بتحطه من اول يوم، والدكتور البيطري كمان بيحطه من اول يوم. طبعا يا جماعه خالتي ليها طريقه في الاستقبال، وانا ليا طريقه في الاستقبال، والدكتور البيطري له طريقه في الاستقبال، في استقبال الوز عامه يعني. الدكتور البيطري يا جماعه بيقول نحط لهم كالسيوم على الميه، وخالتي بتقول نحط لهم فصين توم على الميه، انا بقى بقول نحط لهم محلول جفاف على الميه. بس بما اني انا ما عنديش محلول جفاف، فعايز اجرب الفكره بتاعت الدكتور، وهوريكم دلوقتي الكالسيوم وهنحطه على الميه. شايفين ما شاء الله الوزات بتاكل. طبعا يا جماعه معايا السقايه بتاعتهم، اهي السقايه اهي، ده الكالسيوم يا جماعه اللي انا بستخدمه، وده اللي الدكتور بينصحني بيه. لو حد، لو في اي حد فيكم عنده اي حاجه يستخدم لها الكالسيوم ده. اهو شايفين بيعمل ايه، اهو دي الفوائد بتاعته، واسمه اهو الكيس الكبير ده ب 15 جنيه. بحط معلقه، يعني مقدار معلقه صغيره كده على لتر، على يعني معلقه كبيره كده على 2 لتر الميه. اهو هبدا بقى ان انا احط الميه. شايفين هو لونه احمر كده. الكالسيوم ده مفيد جدا يا جماعه. الكالسيوم عامه مفيد لاي حاجه، زي ما احنا عارفين حتى ان هو مفيد للبني ادمين اللي هم الكبار. اهو بتحطوه وتسيبوه دقيقة عبال ما يتجانس مع المية، وابدأ بقى ان انا اشيله. ما شاء الله اللهم صل على النبي يا جماعة، زي ما انتم شايفين اهم. ده طبعا وز البطن التالتة، الوز ده وز البطن التالتة، واللي هيشتري منه لو شبعه ممكن يبيض بدري. شايفين الوز ده الصغنططة بتحاول تاكل البرسيم ازاي. هو طبعا يا جماعة انا بحب احط لهم برسيم، ليه؟ عشان الوز كائن يعني بيعشق البرسيم، فهو اكتر حاجة هتخليه ياكل، اللي هو يبدأ ياكل كده ويلقط هو البرسيم زي ما انتم شايفين كده. بسم الله. طبعا تقطعوا لهم البرسيم ناعم على قد ما تقدروا، يعني انا مقطع مكبر ومصغر. وطبعا يا جماعة انا مش هحط لهم يا لاوش. طبعا يا جماعه يا غلطه ان يعني ممكن الناس تقول لهم هم شايفين بتدعكم، بس هم بتدعكم عشان هم خايفين. خايفين من الوزات، الامهات الكبيره خايفه مني على عيالهم. اهو هحط لهم بقى يا جماعه الميه، وهوريكم دلوقتي امهم وابوهم هيعلموهم يشربوا ازاي. طبعا يا جماعه انا حطيت السقايه اهو، لو كان لو كان بط كنت همسكه بطايه بطايه واحط جوزه انا كله ميه، لكن هي امهم يا جماعه، امهم هتعرفهم يشربوا ازاي، لان هو كده كده الوز كائن مائي وبيحب اللي هو الميه، فمجرد ما امهم تروح عند السقايه وتشرب وتزق طعم الميه، هم كمان هييجوا يشربوا معاها وتتعودوا بقى على ان هم يشربوا لوحدهم. انما البط انا بمسكه واحده واحده كده واروح حاطط بقه في السقايه اهو. وطبعا يا جماعه العلف اللي انا هحطه، اللي انا هحطه لهم هو علف تركيز 23% بروتين القائم. برضو لما اجي احطه لهم هوريكم. شايفين الوز بينقر في البرسيم ازاي، يفضل بقى هو كده يا جماعه داير ورا ابوه وامه ان شاء الله لحد ما يكبر. يعني انا كنت بسيبه وراهم لحد ما والله العظيم يتذبح، ويفضل الدكر واقف وسطيهم، والانتاية تبيض تاني ما شاء الله، تعبي وتبيض ولا اي حاجه، الانتاية بتاكل معاهم علفه وتتغذى وتبقى كويسه. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، وهي دي يا جماعه طريقه الاستقبال اللي انا بستقبل بيها الوز على طول، ما ناقص بس غير العلفه، الميه يتحط عليها ممكن بصل، ممكن محلول جفاف، ممكن كالسيوم، اي حاجه يا جماعه، او انتينال، اي حاجه بس، عشان يعني هما بيبقى لسه خارجين من الميه من البيضه، فما ينفعش نحط لهم ميه سليمه. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده.